مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. مثل هالاربعاء دائما الاتصالات بتتمحور حول طلب مساعدات، وبالتالي كمان نحن بنحب انه يتامن كمان وظائف، لانه في كثير ناس مهما تساعدت اذا قادره تشتغل هو دائما بنشجع انه تلاقي شغل كمان. بالبدايه بحب احكي شوي عن موضوع المي، لانه اللي صاير مش طبيعي. أولاً مياه بيروت وجبل لبنان رفعت تعرفة المياه من 325 ألف ليرة أو 350 ألف إلى 9 ملايين و50 ألف ليرة لبنانية، باردون إلى 950 ألف ليرة لبنانية. ولكن اليوم المواطن يلي بده يروح يدفع مش قادر يدفع، لأنه مش فاتحة المراكز، حتى من خلاله أمتي ما في يدفع. طيب على أي أساس مجلس الإدارة رفع التعرفة؟ هذا أولاً. ثانياً يلي دافع 2020 وبده يدفع 21 و22، اليوم إذا بده يروح يدفع ما في يدفع وبيتجزى. ليه؟ لأنه تأخر، بس هو التأخير مش منه. ليه بنعطيه جزا؟ يعني 950 ألف ليرة متر المي وما فيش مي، واللي ضرروا بانفجار مرفق بيروت لليوم مش عارفين إذا معفيين ولا لا، لأنه ما في قرار اتخذ بمجلس الإدارة حتى يعرفوا هالناس شو لازم يعملوا. بس إذا راحوا ليدفعوا بدهم يدفعون جزا وبدهم يدفعون ال 22 وهن متريثين. ولكن فينا نعرف إذا المؤسسة اليوم بحاجة لهالرسوم هيدي اللي هي اشتراكات المي، ليه مش فاتحة المراكز حتى تقبض مصاري؟ بالوقت يلي مش قادرين يصلحوا موتور كهرباء، وهذا الشيء اللي صاير بمولد المكلس. ثلاثة أشهر منطقة المكلس ودكوان العالي وهيدي المنطقة كلها اللي بتاخد من محطة المكلس ما عندها مي. ليه؟ لأنه يتعذر على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إنها تصلح المولد يلي كلفته $1000. يعني اليوم $1000 لازم تتأمن حتى يتصلح المولد ترجع المي للناس اللي لهم 3 أشهر مش شايفين المي. هل المؤسسة بتطلب كمان من المشتركين بالمنطقة يتبرعوا بال$1000، يجمعوا من بعضهم $1000 حتى يتصلح المولد ويصير عندهم مي؟ هيدا بمنطقة المكلس المصري. بنتقل للمطيلب، مجمع كامل، قسم من المجمع اسم من المجمع عنده مي فلتاني، وقسم الثاني بيقطع من قدامه الأسطر، هو مجمع واحد باسم واحد، ما بيشوفوا المي. بنحكي مع المي بيقولوا لا نحن عاطين هيدا المجمع، لا مش عاطينه. في ناس فاتحة المي على الآخر، وفي ناس ما عندها نقطة مي بيقطع الأسطر من قدامه. يعني رو 41-42 بالمطيلب، لا بده يكون في شتى وصيف على سطح واحد؟ بيجي على منطقة النقاش، نقاش العالي ما عندهم ولا نقطة مي. نوعدنا اليوم إنه يكون في مي للنقاش، لأنه أكثر من 25 يوم ما عندهم نقطة مي. نوعدنا إنه اليوم دورهم، اليوم ما إجت المي. طب ليه؟ ما حدا بيعرف. بطلع على الربوة، مجمع البطريركية، بلوكات على الطريق التحتانية مع محطة البنزين ومحل الخضرة والفرن، فلتين المي، واللي فوقهم ونفس تابعين كلهم للبتركية البنايات ما عندهم نقطة مي. تحت فلتاني وفوق ما في مي. وراحت المؤسسة اجوا كشفوا وقال ايه معكم حق يا جماعة، فاتحين المي تحت وقاطعين المي عن جيرانكم. ولكن لليوم من 20 يوم لليوم بعدها هي ذاتها. عشو عم بيراقبوا؟ عم بيراقبوا شو؟ إذا المي يعني بعدها جاي منيح عند الناس؟ ايه جاي لأنه دافعين لهم؟ ما بيصير. يعني هيدا موضوع برسم أكيد المعنيين، نحن عم نحكي بالمي. والأمثلة عديدة إذا بدي عددها، بس حبيت أحكي فيها لأقول بدنا $1000 لمولد المكلس حتى تجي المي على كل المنطقة المقطوعة من 3 أشهر. وبدنا نوطير نقول لهم تعوا، قد إيه عم يعطوكم عم تفتحوا لهم؟ نعطيكم أكثر يلا صار دورنا. هيك لازم يعني هيك بيقبلوا؟ إذا هيك بيقبلوا خد تكون شريعة الغاب بموضوع المي. حتى الستان صار عنده اليوم مرافق، عنده مواكبة، الستان صار بده مواكبة لأنه رح يقبروا بعضهم الناس على الستان. من المسؤول؟
من المسؤول اليوم؟ رح ننتقل إلى سيدني في أستراليا، وأنا بسرني كتير يكون معي الأستاذ فهد جعيتاني اللي هو رئيس التجمع الماروني الأسترالي، يلي تواصلوا معي الأسبوع الماضي من بعد ما كانوا عم يحضروا حلقات الحل عنا خصوصا الأربعاء، لأنه محصورة بأكثر شيء طلب مساعدات. وأنا هون بدي حيي كل الانتشار يلي بعده بالرغم من كل شيء بعده عينه على لبنان، بعده قلبه على اللبنانيين، ويمكن اليوم المغتربين هن أكسجين البلد حتى تنتعش بعض العائلات وتحس حالة أنه هي بعدها مكملة حياتها بفضلهم بكرامتهم، مع العلم أنه اليوم كل هالمغتربين ما تفتكروا عم بيلاقوا المصاري هيك بدون جهد، لا، في كد وفي تعب وفي سنين وفي عرق حتى يعيشوا بكرامتهم، تركوا البلد، رجعوا آمنوا بالبلد، ولكن اليوم اللي عم بيصير معهم إنه هني كمان مثلهم مثل أي مودع لبناني، للحقيقة ما عاد عندهم ثقة بالبلد، ومع هيدا وكله بعدهم عم بيفكروا بأهل البلد وبعدهم راغبين إنهم يساعدوا أهل البلد بما تيسر، اللي هو يمكن هو القرش الأسود أو يعني بحصة بتسند خابية، ولكن هالمرة هالبحصة مش عم تسند بس خابية، عم تسند خوابة. وصار معي على الخط الأستاذ فهد جعيتاني اللي بدي حييه، يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك عبر الام تي في الحل عنا. الله ما يعطيك العافية أختي ريبيكا، شكرا للثقة وشكرا لمتابعتكم للام تي في أولا برامجها، وثانيا لفتكم برنامج الحل عنا، تواصلتوا معي من خلال استاذ ريمو يلي انا ابي عراجه، اللي انا كمان بحيي كل اعضاء تجمع الماروني الاسترالي يلي حبيته من خلال هالبرنامج. خبرونا شوي عن هالتجمع، كيف عم تقدروا تساعدوا اللبنانيين، وليه اخترتوا برنامج الحل عنا عبر الام تي في؟ قبل كل شيء بحب حيي الام تي في ومشاهدين الام تي في، وبطلب من الله انه يعطيكم الصحه والقوه تحلوا مشاكل الناس. شكرا. خصوصا برنامجك انت يا ست ريبيكا. شكرا. الحل عنا. اسمحي لي اقول لك انه اول مره شفنا برنامجك قلت لي مدامتي شو ركزي هالست وشو عميقه. تسلم. بانيك على هيك. شكرا شكرا. نحن عرفنا الموضوع هذا البرنامج الحل عنا وقت بيشوف الاستاذ ريمون ابو عراج. نعم. وخبرني عنه وهو ما يخبرني كانت الدمعة بعينه. وقال لي لك فهد لك الظلم لك وصور بناتنا. ساعتها قررنا انه ما نعمل شيء، لانه نحن ماشيين على مبدا الرهبة القديسة الاسترالية سانت ماري ميكالب. هي كانت تقول never see a need without doing something about it. بس فكرة أساس التجمع كانت فكرة عطاء ومساعدة. نحن كنا في كابلز بضعة كوبلز، يعني نلتقي مرة كل شهر على عشاء، كنا نتعشى وننبسط سوا. بعدين فكرنا أنه هالعشوات لازم يطلع منها شيء خيري، صرنا بعدها كل عشاء نزيد شوي على الفاتورة ونتبرع فيها من المحتاجين هون بأستراليا. بعدها صار يرافقونا أصحابنا، وعدنا قررنا أنه نسجل مؤسسة ونقينا الاسم The Australian Maronaut Community Network، التجمع الماروني الأسترالي باختصار IMCN. وساعتها بلشت تكرج كرة الثلج، صاروا أصحابنا وأصحاب أصحابنا يرافقونا على العشوائي. وأول مناسبة ست ريبيكا خيرية عملناها هون كانت لمؤسسة أسترالية بتعتني بالمريضين بالكانسر، اسمها The Life House، يعني أو بيت الحياة. وكمان عملنا عشاء لمؤسسة أسترالية كمان اسمها The Gavin Institute، هيدي مؤسسة لأبحاث السرطان، وساهمنا بشراء بوستة لبيت العجز اللي مار شربل في سيدني،
وساهمنا باشياء بمحلات كثير وخصوصا بالحمله الغذائيه يلي قام فيها سياده المطران انطوان شرب الطرباي يلي بنحبه وبنجله وبنحترمه، وساهمنا مشروع مشاريع عديده مثل ميرانو اكير وغيره. بقى هذا على الصعيد الاسترالي، بس على صعيد لبنان نحن 10 اشخاص من الهيئه الاداريه من عده ضياع بالشمال. يعني انا ما بدي اشرح لك كثير، انا من صغرتي ومعي من بشربي ومن سبعي بعكفره بعدك محافظ على اللكنه الصغرتويه. ايه طبعا هي ما بننساها ابدا وليه بتروح من عندنا. اكيد بعثنا مصاري مرتين على ضيعنا، وكنا دائما نشدد انه يوزعوا المساعدات وما انه التوزيع ما ينحصر، ما تنحصر المساعده على المورني، مع لانه اسمها مورونيه ما نحصرها عن المساعده على المورني. نعم. بس لازم يوزعوا على كل انسان بيعرفوه محتاج. نعم. وبحب هوني كمان كنا نشدد انهم يوزعون على الاشخاص المحتاجين اللي ما عندهم حدا بالاقتراب. نعم. لانه وهون فيني اقول لك انه الجاليه اللبنانيه باستراليا برهنت عن كرمها وعن محبتها للبنان خلال هالازمه، يعني اللي ما يمرق فيها وطننا لبنان. وكانت لها بصمه كثير كبيره بعد انفجار مرفق بيروت يعني كمان. ايه اكيد اكيد. وبالمناسبه بدي اخبر كمان انه نحن ليله بكره الخميس نعم. عندنا عشاء ريعوا بيروح لرابي محترم بلبنان اسمه روز تريس صنوس. نعم. هي من راهبات العين المقدسة المارونيات. نعم. سيستر روز كانت عنا باستراليا من عدة سنين طويلة يعني، وكانت من أنشط الراهبات، كانت صاحبة مشاريع خيرية كثيرة وأسست جمعيات ومنها جمعية الكلمة المقدسة، وفاجئتنا رأسا ورجعت على لبنان. أنا أقول إنه وقت العناية الإلهية أخذتها على لبنان تتعمل العمل اللي ما تعمله هلا. نعم. يعني بتوزع مواد غذائية على أكثر من 2000 عائلة، عدا عن مساعدة المرضى خصوصا مرضى السرطان وعمليات القلب المفتوح. نحن بنحييها ونطلب لها الصحة والتوفيق. ونحن كمان بنضم صوتنا لصوتك. خلينا هيكي. بقى هذا هو التجمع الماروني الاسترالي، كلنا ايمان انه مساعدة المحتاج بعمرها ما فقرت العاطي. صحيح. وكلنا نشكر ربنا عطينا مجال تنساعد خينا الانسان. نعم. وبهالمناسبة بحب كمان اشكر كل اعضاء التجمع الماروني باستراليا واصحابهم وكل يلي دائما يلبوا النداء للمساعدات. بقى نحن بما انه هالتجمع الماروني ولد بفكرة عطاء وبفكرة مساعدة، يعني هاي نحن كله هذا اللي بنعمل. يعني الله يقدركم، وأكيد يعني ما بيروحوا، يعني دايماً عمل الخير دايماً ما بيروح محل، إنما دايماً يعني بيعطي أضعاف أضعاف إن شاء الله. أكيد ما في شك، يعني هذه القيمة الضئيلة أو المتواضعة اللي بعثناها هي ما شيء، بس ما بيسمح لنا هلا البادجت تبعنا هالسنة أكثر من هيك. نعم. بس إذا الله راد يعني نحن دائما بلبنان بقلبنا وبفكرنا، مو بس نحن شخصيا، يعني فيك تقولي كل المغتربين اللبنانيين هيك، لبنان دائما بقلبنا وبفكرنا. نعم، نحن كمان حبيتوا من خلال حلقنا أنكم تساعدوا من خلال هالناس اللي بتتصل فينا مباشرة، وأنا بدي أشكركم وحبيت أني أتواصل معكم. شكرا للثقة، وإن شاء الله هالمساعدة اللي رح تقدموها تكون تعطي هيك مثل أمل جديد أنه بعد الأيادي البيضاء موجودة وبعد الإنسانية موجودة وما إلى حدود، عابرة للحدود وللطوائف. ونحن ببرنامجنا لكل إنسان متألم، يعني نحن ما منميز بين الناس لا طائفيا ولا دينيا، نحن الإنسان عنا هو الأساس. نحن هيك يا ستنا، كمان بحب أن نشد الشغلة على أجهزة كافية. نحن نائب الرئيس
من ضيعة اسمها بزيزة بالشمال. نعم. وهيدي فيها من كل الأديان بهالضيعة الصغيرة. نعم. كان يعطي للغير طوائف أكثر ما يعطي الموري، مع إنه اسمها تجمع الموري. لأن شاف إنه هوليكي شاف إنه هاللي كان يعطي من غير طوائف بيحتاجوا أكثر من هوليكي. نعم. ويعني كان هيدي حال كل ضيعة نحن كنا وصيناهم فيها وقت بعثنا المصري، إنه لا تفرقوا بين إنسان وإنسان إلا طول المحتاجين مهما كانت. وبعرف كمان إنه في كتير ضيعة بالشمال، يعني في كتير من أبناء المغتربين وخصوصا من أستراليا وأمريكا، هن قايمين من أكثر من سنة، يعني من قبل ما تبلش الأزمة بكل الأمور يلي بيحتاجوها، وهيدي يشكروا عليها. وأنا حاولت التواصل معهم سابقا ولكن رفضوا، ما حبوا يحكوا بالموضوع لأنه اعتبروا أنه هيدا العطاء هو تلقائي وما بدهم يحكوا فيه. بقى أنا بدي أشكر كل إنسان اليوم عم بفكر بخيو الإنسان، وبدي أقول أنه هيدا هو لبنان. إن شاء الله تضم هاللحمة هيدي بين المغتربين والمقيمين، لأنه هيدا هو جوهر لبنان ورسالة لبنان واللبنانيين، على أمل أنه هالغيم السوداء اللي قاطع على لبنان تقطع، وهالتحدي الكبير يلي نحن عم نواجهه اليوم إيد بإيد يكون مرحلة عابرة وسريعة. أنا بدي أشكرك أستاذ فهد جيتاني رئيس تجمع الماروني الأسترالي، بدي أشكر كل أعضاء اللي موجودين مع حضرتك، وكل إنسان ساهم أو رح يساهم هالإيد البيضة يلي عم تمتد لمواطنين ممكن ما بتعرفوهم ولكن شاعرين بألمهم وبوجعهم، وهيدي هي الإنسانية. شكرا لكم، وأكيد أنا بتمنى لكم الصحة باسمهم هني، ويعود عليكم، أكيد يعود عليكم. متابعات اتصالاتكم على 04-444-444 وباخذ أول اتصال لليوم. ألو. ألو، مرحبا. أهلا. مرحبا. نعم تفضل. معك محمد كنعان نيدا عكار. أهلا أستاذ محمد، كيفك؟ من وين أنت؟ من عكار؟ أيوة. ايه تفضل. نايد. تفضل أستاذ محمد. أنا عندي ولد. نعم. بدأ من الجامعة تقريبا 18 شهر. نعم. هذا الصبي عنده خلل تشوي سبينا بزيدة بظهره. نعم. خلل المستشفى هون أنا بالشمال العقار، فدخل الكوفاز الجمعة. نعم. حكيم طلعوا شيف وقال لي لازم تطلعوا على البيت لبعد شهر لنقدر نعمل له عملية. نعم. وعنده شلل بإجله. نعم. فأخذت له موعد بيروت بمستشفى رزق كرمال إجله، شوف شو وضع إجله إذا في أمل منه. نعم. نزل الصبي على بيروت، يشوف الحكيم، يشوف ظهره، بيقول لي هذا الصبي بأسرع ما يمكن بده عملية، كان يوم الجمعة. نعم. قال لي هذا بكره بده عملية، ثبت أنا بكره بقدر أعمل إياها. قال لي نزل على الريسبشن وشوف لي قد ايه بتكلف العملية، شوف بتعمل. نزل على الريسبشن لتحت، فالعملية بتكلف بقيمة 10,000 دولار. حكينا مع الإدارة بالموضوع إنه أنا معي 500 دولار بحطهم بما أمنا المبلغ. فما تجاوبوا على هذا الموضوع. وصار من 18 شهر لحديث هلا وانا اتعذب من جمعيه لجمعيه، من مكتب لمكتب، من الى اخره، ما قدرت اجمع الا 600 دولار، يعني هذا المبلغ كله سوا. والصبي حاليا بالبيت، والصبي بتعرفي انت يعني حالي خطره. هذا الشيء اللي معه بيودي لاتجاهات، بيطلع معي على راسه، يعني بيقوم بشيء بيصير شيء ثاني. فنحن بنتمنى من كل شخص عم يسمعنا من مبركم يساعدونا بهذا الموضوع. لأنه عن جد الوضع صعب صعب صعب. نحن شفنا الصور يعني اللي بعثتوا لنا اياهم، واكيد نحن لانه نحترم كرامه الطفل وكرامه المريض، من هيك ما بنعرض الصور. ونحن الاكثر شيء بنقدر نقول الله يقدم له الصحه ما دام في فرصه تنجح العمليه ويعيش بحاله طبيعيه. من هيك اليوم اذا بيتامن هذا المبلغ بيكون هذا عم نعطي لانسان نام جديد، لطفل يكون عنده حياة مثل كل الناس الطبيعيين. العشرة آلاف دولار يمكن ما بتتأمن بنهار يمكن، ولكن في كتير ناس يمكن إذا انجمع يعني تقدر تعمل مبلغ معين. عندي سؤال، أنت مضمون؟ عندك تأمين أو ما عندك شيء؟ أنا ما عندي أي شيء، أنا بشتغل يومي، أنا حاليا بشتغل ببيروت، يومي 100,000 ليرة، بشتغل بري باركينج، كنت قبل بشتغل تاكسي.
بتعرفي انت الوضع، يعني الوضع عندنا بلبنان كيف، يعني كل العالم بتعرف شو الوضع. ما في ما في هالاشغال، ما في هاليوميات المنيحه، ما في شيء اي شيء ابدا، ما في ضمان، ما في وزاره، ما في اي شيء. فلهيك نحن بنشد على ايدكم وعلى كل يعني لكل شخص عم يسمعني بتمنى انه يساعد، لانه عن جد الوضع ما بين محمول. يعني ابني يعني ما بعرف، يعني هلا شوي شوي عم بزيد معه الحيله، ممكن حيطلع مي على راسه. فنحن بنتمنى من كل شخص عم يسمعنا يساعد بهذا الموضوع، لانه عن جد الوضع صعب. ان شاء الله خير. نحن رقمك اكيد على الشاشه كل وقت انت عم تحكي، ونحن حاطين الرقم على الشاشه، وان شاء الله هيك بيتجمع مبلغ $10,000 وبينعمل عمليه وبيسلم ابنك يعني، وبيعيش بحياته تكون مثل ما كل طفل لازم يعيشها بلبنان. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو 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 اهلا، يعطيك العافيه. اهلين، تفضل. بدي اعذرك، انا شاب عمري 32 سنه وعندي عمليه حوض وورك بمستشفى الجامعه الامريكانيه. عملية شو؟ حوض وورك. حوض وورك، ايه. نعم، طالبين مني فرع الاستنوس 5150 دولار. اف. بمستشفى الجامعة الأمريكية بالحمرة. نعم. بس إذا ممكن حدا بيقدر يساعدني، قد ما بتقدر تساعدني، هي عمليتي ب 12 تموز. إذا الله راضي. يعني أنت لازم تجمع من هلا ل 12 تموز 5150 دولار. نعم. هو انا لازم فوت ب 11 تموز على المستشفى. نعم. لحد هلا مجمع شيء منهم؟ حدا مساعدك؟ لا، بعد كله بيودوني حكي بس بعد ما في شيء. وهيدا فرق الاسيرونس يعني؟ نعم نعم. يعني عملية كبيرة بده يكون فيها يعني فيها تركيب شيء، مستلزمات معينة؟ حوض وورك وعظم. من هيك كلفتها عالية وبالدولار؟ نعم، لأنه عمري 62 سنة ومجبوزك بعضهم. نعم، إن شاء الله على سلامة. نحن كمان رقمك على الشاشة، إن شاء الله على سلامة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. بونجور. بونجور. أنا معكم مها جرجيس، وأنا عندي 3 أولاد وولدين، توحد بلا مدارس، بنت بالكوش 15 وبنت منيحة وصبي توحد، وضعي المادي مش منيح ورقمي تحت الهواء، وانتم كرامة والله يخليكم تساعدوني اعملوا معروف. وضعي بالمرة لا مدارس ولا شيء، ومعاش جوزي انجح، اعملوا معروف ساعدوني. والاولاد ما قدرتي حطيتيهم بمركز خاص للتوحد؟ ما عم لاقي مدام، كفاءات ناطرتها ما عم لاقي، كلنا ما عم لاقي، وبدي الفرق يعني فرق مصاري كثير، وانا عندي جوزي اخر سنه بالجيش وبيقبض مليون ليره، بدي 4 ربط خبز، بدي كوشيت، ما عم يعطوني الجيش، ووضعي المادي بالمره يعني. وين ساكنه؟ وبدي ساكنه جورة الترمس مفتوح كسروان. ما في بالمنطقه ابدا مراكز هلا لل لا لا، يا ريت حدا برا من الدنيا، برا من لبنان، حكينا النواب ما حدا قدر يظبط لي، هون وضعهم عم يتاخر، ما في حدا يساعدني. أنا 45 سنة، ولادي صاروا 17 و15. عندهم هيدي الحالة الصعبة أكيد. توحد وتأخر عقلي، وما بدي أبكي أنا على الهواء على الناس. لا أكيد. هودي بركة معك بالبيت يعني، إن شاء الله هيك بيصير في مساعدة. وأكيد إذا حدا قريب من منطقة جورة الترمس بيعرف إنه إذا في مركز بيقدر يستوعب هالأطفال يلي عندهم توحد، لازم رقم على الشاشة كمان بيقدروا يتواصلوا معك إن شاء الله كمان. أهلا وسهلا. لأنه رقم بنعم الداخلي يعني، هني بده مدرسة داخلي، ما بينفعوا المدرسة خارج. نعم، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو ألو ألو، بونجور، يعطيك العافية مدام ريبيكا. أهلا فيك، تفضلي. معك ريتا من الأشرفية. أهلا ريتا، تفضلي. أنا عندي بنت مريضة بحاجة لعلاج، عندها انفصام بالشخصية، وأنا مرأة مريضة، عندي بالقلب وعندي الكلاوي، ما فيني اشتغل ومكسوره على اجر البيت. قديش مكسور على كم شهر؟ انا في محكمه بالجامعه البيوت، انا 900 للسنه اجر بيتي. ما فهمت عليك، اسمع علي. انت بالشهر قديش بتدفعي؟ انا بدفع بالسنه. بالسنه قديش؟ 900,000؟ نعم. ايه، قديش لك يعني كل السنه مش دافعه وكذا سنه مش دافعه؟ من 2018 مش دافعه. مش دافعه؟ لا.
اوكي. وعندي وضع انه بنتي مريضه عندها انفصام مش قادره احكي معها ولا قادره يعني جملة من خبط حتى. وضع كثير تعبان. انت متصله؟ انت متصله قبل بمره بس يمكن ما حدا ساعدك؟ لا. متصله قبل بمره فينا؟ نعم متصله قبل بمره فيكم. بتذكر لانه هيدي الحاله. مضبوط. ايه مضبوط. وصدقيني كان عندي جارتين رضعت جاره لكفشه يعني صعب وضع صعب ومثير ما في معنا مش قادره رح نموت. اهلا وسهلا فيك. رح موت. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو. بونجور مدام ربيكا. بونجور حبيبتي. انا مش شايفتك بس اكيد انه عم تسمعي حضرتك. تفضلي. مشكلتي انا انه قبل هلا انا حكيت مع حضرتك وما حدا يعني قدر يساعدني ما بعرف ليه. ذكريني بس بالحاله تبعكم اذا بتريدي. الحاله كنت طالبه وقتها بيت لانه مطرح ماني قاعده بدهم يشيلوني منه للبيت. نعم. هلا انا بوضع قاعده عند ناس صار لي تقريبا 6 سنين يعني هذا البيت اللي قاعده كنت فيه بدهم يشيلوني منه بس انه طولوا بالهم علي. كنت عم بدفع انا مع الجماعة عطيني أوضة أنا وابني عم بدفع كل شهر سنة $50 بوقتها من 6 سنين. هلا لي سنة ماني دافع على الأجار. نعم. أوكي. مدام عايشة أنت وابنك لوحدكم؟ نعم. قدي عمرك كبيرة بالعمر حتى تقدر تشتغلي؟ أنا كبيرة. إيه أنا ب 73. 73 سنة. نعم. ما عندك معي؟ نعم. لا ما عندك. توفي جوزي. عندي ابني. ابنك قد ايه عمره؟ ما بيشتغل؟ شو بيعمل ابنك؟ بلا ما اسال لك. ابني كان يشتغل صار له 2 سنين وشوي ما عم بيشتغل. كان يشتغل بشركه ريل استيت. اوكي. هاي ريل استيت سكرت الشركه فقالوا 2.5 سنين قاعد بالبيت. كمان وقت حكيت مع حضرتك كمان طلبنا وقت شغل لإله كمان ما حدا اتصل حتى يقبل. ليكي بدي اقول لك شغله. نعم. بالايام هيدي وين بيلاقي شغل لازم يشتغل. بس المهم خليني احكي. نعم. المهم انه مش بس اللي يطلعهم يحطهم على الطريق. هو هيك صار. هو هيدي المشكله عم بتصير مع الناس اليوم انه بدها تشتغل ولكن. نعم. يلي عم تقبضه ما بيوصلها على الشغل. صحيح صحيح. ما انا رح اقول لك شو صاير. لقى شغل مثل ما قلتي حضرتك ابني عامل اركيتكت. اوكي. لقى شغل بتبغول ال بكينك مش معمل. شخص عنده بجيب من معمل ووكيل يعني اذا بدي. نعم. بقى امنوا له شغل انه هو بيبرم على المحلات وبيأمن الطلبيه لهال. نعم. لهالشركه. نعم. بس شو صاير انه هلا عم بحطهم بنزين. اوكي. كل يوم بده 300,000 بنزين وسيارة مش لإله. مش لإله. سيارة. ايه سيارة مش لإله. ليكي مدام على كل حال أهلا وسهلا فيكي. يعني أنا أول شيء بتمنى ابنك يلاقي شغل لأنه هو مهندس وحرام يعني كمهندس ما يكون عم بيلاقي شغل اليوم يعيشك بكرامة أنت وياه. يعني أنا من هيك بطلب. بس هو هندسة شو عامل؟ بعدك معي؟ على كل حال الرقم على الشاشة إذا حدا بيحب يساعد هالشاب يقدر يوظفه وهالست يقدر حدا يساعدها. هيدا الرقم هو على الشاشة. عنا فاصل ومنتبه. منتبه الحلقة عبر الام تي في. باخد اتصال جديد. الو الو الو. ما في حدا على الخط. ناخد اتصال تاني. ألو. بذكر بالرقم 04-444-4444. ألو. بدي ذكر الناس أنه ابتداء من أول تموز طبعا رح تتغير تعرفة التليفون. لازم يعرفوا أنه كيف بدهم يصيروا يستعملوا التليفون لأنه رح تصير مكلفة شوي القضية لأنه بلش على كل حال مشاركين جيون هالمساج أنه عزيز المشترك ابتداء من 1 تموز 2022 سوف تحتسب مستحقات خطقة بالدولار على سعر صيرفة وبإمكانك تسديدها بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية. الحمد لله في الليرة اللبنانية.
بناء على سعر صيرفة عند تاريخ الدفع، كما وستباشر يعني أكيد الشركة إن كانت تاتش ولا ألفا بتطبيق هالتعريفات الخلوية الجديدة المعروضة على روابط أكيد بيعطوها للمشترك. حبيت ذكر فيها حتى الناس ما تفتكر بعدها مثل الأول بتصير تقدر تستعمل يعني كان بعد فيها المتنفس هلأ خلص قضيوا عليه. يعني بدكم تعرفوا كيف بدكم تراجعوا حالكم بالضرورة حتى ما تيجي بكرة الفاتورة وتقولوا ما رح نقدر ندفع. باخد اتصال. ألو، برجع بذكر أكيد بالتليفون 04-444-444. وبذكر اليوم بموضوع الكورونا أنه مش لازم نهمل هالموضوع لأنه الموجة جديدة، يمكن ما عم الحمد لله ما عم بيكون في وفيات، ولكن الواقع بتأكده أرقام الإصابات بلبنان، وبالتالي يعني مفروض نرجع للكمامة وقت اللي منقدر، يعني مش غلط، والتباعد وغسل اليدين. باخد اتصال. ألو، أهلا أهلا مرحبا. أنا اسمي إيلي، أنا اتحاد ساعدني كمان ماما. إيه شو عندك إيلي؟ تفضل. ماما تسعى ولقى وطلب للحكيم حصات الصور، أنا معيل أهلي الوحيد. إيه خيي معاك وبابا معه تضخم بالقلب وكهرباء وضغط، أنا الوحيد بيشكر بالذات. نعم. طب بدي حدا ساعدني بالسكان للماما والحصات. قديش المبلغ؟ 1250 250 دولار؟ نعم. يلا إن شاء الله على سلامة يا إلي. رقمك على الشاشة كمان. أوكي ميرسي. أهلا. كمان اتصال. يعني بكل بيت مرات مش قضية حالة واحدة، حالات، وكل حالة يعني مع هيدي الظروف قديش صعبة على الناس. ألو، ألو، بونجور مدام ربيك. بونجور. أنا قاعد بمنطقة زوق مكايل أدونيس. نعم. من زلمي كبير عندي 70 سنة، عمل من كلمة. البلكون من عندي يا ريت معي كاميرا صورتك الشوارع اللي بتبين مليانة نفايات، لأنه صاروا الضيوف أكثر منا نحن، وكله على المطويات بيشيلوا هالكيس وبيرموها بالشوارع. إيه بس وين بلدية زوق مكايل عليهم؟ ولو مش عم تعمل دوريات بلدية زوق مكايل؟ ما في، ما معوش بنزين يحطوا بالعربية زوق مكايل. نعم نعم، أنا عم بقول لك إذا بتجيبوا كاميرا بتصوروا الطرقات معبية كيس نفايات صارت كلها يتصور، شيء مخيف، الدبان عم ياكلنا. نعم. بس هيدي هي القصة. أهلا وسهلا فيك. يعني هذا كمان يعني بتبقى بفهم أنا اليوم وضع البلديات، ولكن إنه تكون النفايات بهالشكل هيدا على الطرقات، ما هيدي أمراض كمان، يعني غير إنه يعني منظر النفايات إلا ما كانتها، بس كمان إنه على الطرقات ورايحة، يعني هيدا الشيء كتير معيب. كمان اتصال. ألو، 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 يمكن بعتقد ما بقى في اتصالات. على كل حال أنا بدي أشكر كل يلي يعني طبعاً عم بيساعدوا هاللبنانيين يلي عم بيتواصلوا معنا. برجع بشكر أكيد رئيس التجمع، بدي أشكر تجمع الأسترالي الماروني، بدي أشكر كل إنسان اليوم عم بفكر بخيو الإنسان حتى على القليل نقدر نمرق هالمرحلة هيدي الصعبة. الظاهر في اتصال قبل ما أختم. يلا ألو. إيه تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور، تفضلي. في احكي شغله عن التليفونات؟ احكي اكيد، تفضلي. اوكي، اللي بدي اقوله انا مواطنه موظفه ببنك. نعم. عم بشوف المعاشات الالفا والان تي سي قد ايه متفوقيننا بالمعاشات. نعم. متفوقين بشكل مش طبيعي، عرفتوا، بيقبضوا كله على صيرفه. نعم. نحن كمواطنين معاشاتنا لا تتعدى 5 و4 مليون ليرة. نعم. اي فهيدا اللي مثل انا خطي الثابت صار له 15 سنه. نعم. يلي كل شهر بدي ياخذ مني 30 دولار يطلع يفسرنا بس الوزير الاتصالات هي ال 30 دولار اللي بدي ياخذها مني بدون اشتراك انترنت شو هي هيدي؟ نعم. يعني ولا انا عم بشوف معاشاتهم. فهمت عليك، فهمت عليك، معك حق. وتخليهم نعم. بالمؤسسه اللي لهم. نعم. بدك تسرق مني. اهلا وسهلا فيك. فوق ال 20 وال 24 مليون ليره
وانا موظف البنك معاش 3-4-5 مليون ليرة. هيدا يعني بفهمك، هيدا انت معاشك هالقد بس في غيرك معاشه مش واصل للمليون بعد. اهلا وسهلا فيكي على هالطلب هيدا، انه هال30 دولار على اي اساس عم تتاخد. ومعك حق، نحن معك وبدنا توضيح اكيد. يعني اليوم هالشركتين صاروا باداره طبعا وزارة الاتصالات، يلي كتير مبسوط الوزير انه قدر مشى اكيد التعرفة الجديدة، وهيك بيرتاح الوضع يعني. بس انا بفتكر الناس مش مرتاحين، ما بهمني الوزير يرتاح، بهمني الناس ترتاح. ولكن الناس لهلأ لا، بعد ما هلأ ما اجع حدا يقلنه للناس عم نعمل خطة طوارئ، ما نحرم عنك الخدمات الاساسية اللي هي المي والكهرباء والتليفون. معلش بعد لهلا ما لقينا ولا حل. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.